السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي الغاليين، طلابي طلاب S6. معكم دكتورة أمل عبد الخالق، أستاذة الطب الشرعي. النهاردة هنتكلم عن الـ Identification 2. انتوا خدتوا قبل كده Identification 1، فالنهاردة هناخد الجزء الثاني. عشان نخش في الموضوع محتاجين نعمل مراجعة سريعة بس كده. يعني ايه Identification؟ الـ Identification أو الاستعراف هو recognition لان unknown person، سواء كان living dead او body remain زي البون الهير النيل، وده بيتم عن طريق certain characters which differentiate him from others. واحد يسأل ازاي اعمل identification لواحد living، يعني ما هو living ده ممكن يكون في كوم، ممكن يكون في كوما، ممكن يكون امنيزيا، ممكن يكون مش عايز يظهر شخصيته يعني متخفي، فبالتالي انا محتاجة ان انا اعمل له identification. خدته في الجزء الاول ان انا بحتاج اعمل ايدنتيفيكيشن لكوليكشن اوف بون، جاي لي كوليكشن اوف بون كده ومطلوب مني ان انا اعمل لها ايدنتيفيكيشن. لما بيكون عندي كوليكشن اوف بون بيبقى في مجموعه من الاسئله لازم اجاوب عليها، وبيبقى اول سؤال يا ترى البون ده هيومن ولا لا، عشان هو لو مش هيومن ما اغلبش نفسي بعد كده. اعرف ازاي هو هيومن ولا لا؟ لو هي كومبليت بون هعملها فيجوال ايدنتيفيكيشن، انا عارفه شكل الهيومن هيومرس، عارفه شكل الهيومن فيمر، عارفه شكل الهيومن سكال، خلاص بعرف ان دي هيومن لو هي كومبليت بون. لكن لو هي سمول بيس اوف بون بضطر اعمل حاجه اسمها بيرسبتين تيست، بيحدد لي الاوريجين اوف بروتين، فبعرف هي هيومن ولا لا. بعد كده بحاول احدد النمبر اوف بيرسونز، يعني العظم ده بتاع شخص ولا اكتر. ازاي احدد النمبر؟ عن طريق ريبيتيشن اوف ذا سيم بون. عندي مثلا 3 رايت هيومرس يبقى دول على الأقل 3 أشخاص، عندي 2 رايت فيمر يبقى على الأقل عندي شخصين. طيب لو مش كده ممكن يكون different bone بس of different age and sex. إزاي؟ يعني ممكن تكون رايت هيب بون وليفت هيب بون، بس الرايت هيب بون بتاعت فيميل والليفت هيب بون بتاعت ميل، فبالتالي هما مش شخص واحد. مطلوب مني بعد كده إن أنا أحدد الإيه؟ السكس والإيج والريس والستيتشر والديفورميتيز. مطلوب مني اشوف ال cause of this وال time past since this. عرفتوا ان السكس ممكن يبقى identified من certain bones عن طريق certain criteria بقدر افرق بيها هي ميل ولا فيميل. البون دي زي ال skull وال sternum وال sacrum وال hip bone. عرفتوا ان احنا نقدر نحدد الريس عن طريق ال skull، فمثلا عندنا ال نيجرويد سكال بيبقى فيها بيرزيستنت فرونتال سوتشر، اللي هو الصوره اللي على اقصى اليمين فوق السهم بيشاور عليه، هو البيرزيستنت فرونتال سوتشر. بيبقى فيها ابسنس اوف اتش شيبد سوتشر، الاتش شيبد سوتشر اللي السهم بيشاور عليه في السكال اللي على الشمال ده ما بيبقاش موجود في النيجرويد. الاربع عضمات بيتقابلوا في نقطه، يعني بيبقوا عاملين شكل الزائد وليس شكل الاتش. في عندنا الدوليكو كيفالي اللي هو انكريز في الانتروبوستيريور ديامتر، وفي عندنا البروجناسيزم ده اللي هو البروتروجن اوف ذا افر جو. كل دي كرايتيريا للنيجرويد سكال. عرفتوا ان احنا ممكن نحدد الايج عن طريق السكال من الدايمنشنز بتاعتها، من الفونتانيلز، عندنا البوستيريور فونتانيل بتقفل ادبيرس والانتير فونتانيل بتقفل عند سنتين، عن طريق اليونيون بتاع السوتشرز، عن طريق المانديبول، هل المانديبول الانجل بتاعته رايت انجل ولا اوبتيوز انجل، عن طريق التيس والايربشن بتاعتها سواء كانت بيرمننت تيس او الايه الميلك دنتيشن. عرفتوا كمان ان احنا ممكن نحدد الايج عن طريق الابييرنس اوف اوسيفيك سنتر سواء كانت انترا يوتراين او اكسترا يوتراين، وعن طريق اليونيون اوف ذا ابيفيسز اللي هو التحام نهايات العظام او بيسموها كراديس العظام. هنا جبت لكم مثال لازاي من الاكس راي بقدر اعرف الابيفيسز يونايتد ولا ان يونايتد. فلو شفنا الاكس راي اللي على اليمين بنلاقي دي الايج بتاعها اقل من 18 سنه. ليه؟ لان ما حصلش يونيون في الشافت بتاع الميتاكاربال بون ولا الفالانجيست، واللور اند اوف ذا ان اند ريديوس ما فيهمش يونيون برضو. احنا عارفين اللور اند اوف ان اند ريديوس بيحصل لهم يونيون عند 20 سنه، والهاند بيحصل لها عند 18. لو انتقلنا للاكس راي على الشمال هلاقي مش واضح قدام السيباريشن اللي انا شفته في الاكس راي اللي على اليمين دي، لا هنا مش باين اي سيباريشن، حتى في اللور اند اوف ذا النا اند ريديوس مفيش اي اجزاء سيباريتد. فده بيخليني اقول ان الايج هنا اباف 20. ليه؟ عشان اليونيون بتاع اللور اند اوف ذا النا اند ريديوس.
وانا بقى عندي كومبليت ديد بودي وعايز اعمل له ايدنتيفيكيشن. اول حاجه ان انا ابص على الاكسترنال ابييرنس بتاعه، بشوف الكلر اوف سكين، بشوف شكل الهير ولونه، بشوف الايز برضو شكلها ولونها، بشوف الشيب اوف ذا نوز والماوس والاير. كل الحاجات دي بتستكمل معايا الايدنتيفيكيشن. بنتقل بعد كده الى اني اعمل كلوزز اكزامينيشن. بدور في الكلوزز على ايه؟ بدور فيها على التيلرز ليفلز اللي هو الترزي بتاعه، حاطط العلامه بتاعته على الهدوم ده لو فرض يعني ان هو لابس من ترزي معين، او حتى الماركه اللي موجوده برضو على الملابس. الحاجات دي بلاحظها لو في تيرز في الملابس، لو فيه زرار مقطوع. ببدا ادور في الجيوب بتاعته، على بطاقه الهويه بتاعته، على جواب مثلا يدل على شخصيته او جواب من بنك او اي حاجه، لو في بوكيت بوكس، لو في كريدت كارد، لو في الموبايل لو موجود معاه. طبعا دي وسيله كويسه جدا جدا للايدنتيفيكيشن دلوقتي. عايزه احدد السكس بتاعه. طبعا لو هو كومبليت بودي مفيش فيه اي ماتيليشن ولا حاجه، هيبقى سهل جدا ان انا بالاكسترنال اكزامينيشن اقول ان ده ميل ولا فيميل. لكن لو الوضع مش كده بضطر اعمل انترنال اكزامينيشن، ادور جوه على اليوترس، على الاوفاريز لو هي فيميل، او على مثلا اندسند تيستس لو هو ميل. كل الحاجات دي فشلت لان في مشاكل في تحديدها، بضطر اعمل السيل سيكسنج. السيل سيكسنج ده عندي حاجتين، عندي السكس كروماتين تيست وعندي الدافيدسون بودي تيست. السكس كروماتين تيست فكرته ان الفيميل سيلز بيبقى عندها البار بودي. البار بودي ده اللي هو الاكس كروموزوم الثاني اللي هو مش بيبقى موجود عند الميل، ده في الفيميل بيبقى متحول الى ماس كده من الكروماتين اتاتشد ليه الانر سيرفيس اوف ذا نيوكلير ميمبرين. طبعا الميل ما عندوش البار بودي ده. الدافيدسون بودي تيست ده عباره عن ان الوايت بلاد سيلز بتاعه الفيميلز بيبقى فيها سينستوكت درامستيك بروجكشن، عامل زي عصايه الطبله كده اللي بتبقى عصايه وفي اخرها كوره، وده بيبقى موجود في البوليمورف نيوكلاس بتاعه الفيميل. بعد كده بنحتاج نحدد الايج من الحاجات اللي خدناها في الايه في البون، بالاضافه الى بعض الحاجات الايه التانية اللي ممكن تساعدنا في تحديد الايج. بحتاج احدد الريس، وده طبعا ممكن احدده من الشكل العام بتاعه، من الكالر اوف سكين، من الهير كلون وطبيعته، هل هو بيبر كورن ولا ستريت، الايرس شكلها ايه، السكال فيتشرز. كل الحاجات دي بتساعدني على تحديد الهيومن ريس. طبعا من الطرق الاكيوريت جدا للايدنتيفيكيشن هي الفينجر برينتس، سواء الفينجر برينتس دي خدناها بالانك او هي كانت موجوده على سطح في سين اوف ذا كرايم، او اتخذت ديجيتال زي ما بيحصل في السفارات. دي كلها طرق للحصول على الفينجر برينتس، وزي ما قلنا ان هي طريقه اكيوريت جدا وهتاخدوها ان ديتيلز في الكرايم سين انفستيجيشن. عاوزة كمان بالنسبة للانون ديد بودي ده ان انا احدد السوشيال ستيتس والاوكيوبيشن بتوعه، مستواه الاجتماعي شكله ايه وبيشتغل ايه. ده ممكن يتم عن طريق الكلوزز، ممكن يكون لابس زي معين، لابس زي طبيب، زي مهندس، زي رجل مرور، كل ده ممكن اعرف منه. ممكن من طبيعة الكلوزز اللي هو لابسها دي برضو لابس ماركات غالية، لابس هدوم مقطعة، كل ده بيديني فكرة عن السوشيال ستيتس بتاعته. والاوكيوبيشن كمان ممكن احدده من ايديه، طبعا الايد بيبان عليها الستين بتاعت مض لو هو مثلا مزارع، الستين بتاعت الاويلز والحاجات دي لو هو شغال في الميكانيكا وهكذا. والكلام ده هناخده تاني او هنتكلم عنه تاني ان ديتيل في النيل اكزامينيشن. في حاجات كمان بدور عليها زي الكونجينيتال مال فورميشن، زي الصوره اللي فوق على اليمين، زي البيرس ماركس اللي هي زي الوحمات مثلا، ودي زي الصوره اللي تحت على اليمين. بدور على التاتو ماركس، دي حاجات مهمة جدا جدا في الايدنتيفيكيشن. وبدور على السكارز، سواء كانت السكارز دي بتاعت اوبريشن او بتاعت ووند، كل الحاجات دي بتساعدني في الايدنتيفيكيشن. بننتقل الى الايدنتيفيكيشن اوف ليفينج بيرسونز. زي ما قلنا في الاول ان الليفينج بيرسون ده مهم جدا ان انا اعمله ايدنتيفيكيشن في بعض الحالات، زي ما هو مثلا لو كان جاي لي انكونشس، لو في حالة امنيزيا. في حالات الماريج ببقى محتاجه اعمل ايدنتيفيكيشن خاصه للايج بتاع العريس والعروسه عشان اتاكد ان هما وصلوا الايج بتاع الماريج. في حالات الواحد منتحل شخصيه شخص تاني عشان يحصل على اي حقوق مش بتاعته، او يتظاهر باي حاجه مش حقيقيه، كل دي بتبقى حاجات بتخليني احتاج اعمل ايدنتيفيكيشن لليفنج بيرسون.
عشان اعمل ايدنتيفيكيشن لليفنج بودي هي نفس الحاجات اللي استخدمتها للديد، بس طبعا في حاجات ما اقدرش اعملها، ما اقدرش اعمل له انترنال اكزامينشن لا، لكن الحاجات العاديه اللي تمشي مع الليفنج بستعملها برضو عادي، وبضيف عليها بقى سيرتن كرايتيريا بتخص الليفنج، زي مثلا كاركتر اوف فويس ان انا اتعرف عليه من صوته، المانر اوف سبيتش الطريقه اللي بيتكلم بيها، طريقه راقيه ولا طريقه لو ستاندرد، الجيت بتاعه مشيته شكلها ايه، الهاند رايتنج اخليه يكتب واتعرف على الخط بتاعه. بعد كده بقى عايزين نتعرف على الاعمار اللي ليها ميديكو ليجال امبورتانس. يعني ايه؟ يعني في اعمار بتبقى تارجت بالنسبه لي، هيطلب مني عن طريق النيابه او عن طريق اي جهه قضائيه ان انا احدد عمر البيرسون ده، سواء لسبب مدني او سبب جنائي. يعني مثلا عندنا عمر 6 سنين ده ليه ميديكو ليجال امبورتانس، ايه هي؟ ان ده الايج اوف ستارتنج سكول اديوكيشن، فلو الاهل يعني مش عايزين يدخلوا ابنهم المدرسه ده المفروض ده سن التعليم الالزامي، لا لازم يدخلوه، فبالتالي يطلب مني تحديد هو وصل 6 سنين ولا لا. زي عمر 7 سنين اللي هو الطفل خلاص قادر ان هو يميز ما بين الصح والغلط، وبالتالي لو هو عمل اي كرايم هو هيبقى فيه نوع من العقاب ليه. عمر ال 14 سنة بيعتبروا ان الميل كان كوميت ذا كرايم اوف ريب عند عمر 14 سنة. عمر ال 15 اللي هو نهاية فترة الحضانة بالنسبة للأطفال في حالات الديفورس، بتبقى حضانة الأطفال مع مامتهم، لما بيوصلوا سن ال 15 سنة بيخيروا الأطفال بعدها، وبالتالي لازم أحدد هم وصلوا سن ال 15 ولا لأ. عمر 16 اللي هو عمر استخراج البطاقة، كلكم طلعتوا البطاقة لما وصلتوا 16 سنة. من الأعمار كمان اللي ليها ميديكو ليجال امبورتانس عمر 18. عمر 18 ده هو الايج اوف كونسنت ان ريب. يعني ايه ايج اوف كونسنت ان ريب؟ يعني لو في ميل راحت مع الميل وزاوت اني ريزيستنس وهي كانت تحت ال 18 سنة ده بيعتبر ريب، لكن لو كانت وصلت ال 18 خلاص ده مش هيعتبر ريب. ده نفس الايج اللي هيحصل فيه الميل والفيميل ماريج، هما الاثنين قادرين يتجوزوا عند سن ال 18 سنه. نطلع الرخصه برضو عند السن ده. التصويت في الانتخابات الفول كريمنال ريسبونسابيلتي عند 7 سنين انا كنت بعرضه لنوع من العقاب بسيط شويه على اساس ان ده جوفينايل، لكن دلوقتي لا، هو هيتحاكم قدام الادلت كورت وبالتالي ياخد زيه زي اي ادلت الايه العقوبه بتاعته. كمان هو الايج اوف فيرست ميليتري كول او الاستدعاء للخدمة العسكرية. عمر 21 عمر الفول سيفل رايتس اللي هي كافة الحقوق المدنية، تقدر تتوظف في الحكومة، تقدر انك انت لو ليك حساب في البنك تتعامل بيه، لو في شهادات استثمار، كل ده بيبقى الايه الفول سيفل رايتس. عمر 30 اللي هو الترشح لمجلس الشعب، وعمر 35 الترشح للرئاسة، وعمر 60 الايج اوف بنشن اللي هو سن المعيش. ازاي نعمل ايدنتيفيكيشن لعمر 6 سنين اللي هو زي ما قلنا ده الايج اوف ستارتنج سكول اديوكيشن، بيعتبروه سن التعليم الالزامي، ان لازم الاسره تقدم الولد ان هو يخش الايه المدرسه الابتدائيه. بعرفه بالاربشن اوف ذا فيرست بيرمننت مولر. انتوا عارفين ان احنا عندنا حاجه اسمها ميلك دنتيشن وبيرمننت دنتيشن. الميلك دنتيشن عددهم 20، 10 فوق و10 تحت. البيرمننت بيبقى عددهم 32، 16 فوق و16 تحت. اللي بيحصل ان انا الميلك دنتيشن بتطلع وبتكتمل على عمر السنتين، وبيفضل الايه الوضع على هذا الحال لغايه 6 سنين لغايه ما يظهر لي ضرس جديد في الاخر كده اسمه الفيرست بيرمننت مولر، ده بيظهر عند 6 سنين ظهور جديد وليس احلال زي ما هيحصل في حاجات ثانيه. فهيحصل إرابشن للفيرست بيرمننت مولر، هيحصل يونيون ما بين البيوبيك ريموس والإسكير ريموس، هيحصل أبييرانس أوف أوسيفيك سنتر عند اللور إند أوف ألنا أبر ريديوس ميديال إيبيكوندايل. الأوسيفيك سنتر اللي هي إكسترا يوتراين بقى هتظهر في اللور إند أوف ألنا، الأبر إند أوف ريديوس والميديال إيبيكوندايل. دايما الألنا والريديوس بنعكسهم مع الكوندايل، يعني الأبر إند أوف ريديوس تاخد معاها او بيظهر معاها الايه الميديال ايبيكوندايل، الابر اند اوف انا بيبقى معاها اللاترال ايبيكوندايل. فده اللي بيحصل بحدد بيه عمر 6 سنين عشان اقول الولد ده يدخل المدرسه في حاله ان اهله هم غيبوه. بالنسبه لتحديد عمر 7 سنين اللي هو قلنا الايج اوف ديسكريميشن بتوين الرايت والرونج، ان الولد لو عمل حاجه انا باخده قدام الجوفينايل كورت، والجوفينايل كورت بتحكم عليه وممكن تحطه في الاحداث.
بحدد عمر السبع سنين بالإربشن أوف بيرمننت سنترال إنسايزور، وده بيعتبر عملية إحلال. يعني أنا كان عندي ميلك سنترال إنسايزور، هيقع ويطلع مكانه الإيه؟ البيرمننت سنترال إنسايزور. كمان بلاقي الأوسيفيك سنتر اللي كان ظهر في اللور إند أوف ريديوس عند سنتين هيكبر وياخد تلتين العرض بتاع اللور إند أوف ذا ريديوس، يبقى الحاجتين دول هيساعدوني على تحديد عمر السبع سنين. ازاي احدد عمر 14 سنة اللي هو اتفقنا ان ده الايج اللي هو الميل كان كوميت ذا كرايم اوف ريب عنده؟ ده بنحدده عن طريق التروكليا بتيونايت مع الكابيتولوم. ما كان السهم بيشاور كده بيحصل يونيون ما بين التروكليا والكابيتولوم، لو لقيته حصل بقول ان هو وصل 14 سنة. ايج 15 اللي هو الاند اوف ماتيرنال كاستدي بحدده باليونيون في الاسيتابولم، بيختفي الواي شيب سوتشر بتاع الاسيتابولم وبيحصل يونيون ما بين التروكليا والكابيتولم مع الشافت اوف ذا هيومرس. التروكليا والكابيتولم بيحصل لهم يونيون مع الشافت او مع اللور اند اوف ذا هيومرس عند عمر ال 15. عايزين بقى نحدد عمر ال 16 سنة اللي هو عمر استخراج البطاقة للميل والفيميل، بس وجدوا نقطة مهمة جدا ان بعد 15 سنة بيحصل significant difference في union of the epiphyses ما بين الميل والفيميل، فوجدوا ان الفيميل بتسبق بسنتين. يعني هي عند عمر 16 هتعمل هيحصل عندها union للحاجات اللي بيحصل لها union عند الميل اللي عمره 18. يبقى انا لما اكون عايز احدد سن 16 في الميل هحدده بسن 16 العادي، لكن لما اكون عايز احدده في الفيميل بحدده بعمر 18 بتاع الميل. احنا عارفين ان عند 16 سنة بيحصل union للليسر تروكانتر مع الشافت of the femur، وبيحصل union للإبيفيسز of the upper end of the ulna ويونيون للاترال إبيكوندايل. طيب 18 في الميل اللي هو بيوازي 16 في الفيميل أو بيكافئ 16 في الفيميل أشخصه إزاي؟ يونيون للهيد of the femur، يونيون للور end of the tibia and fibula، يونيون للميتاكاربال والفلانجيز في الهاند والميتاكارسال والفلانجيز في الفوت. عاوزين بقى نحدد عمر ال 18 في الفيميل، وخلاص دلوقتي بقينا فاهمين ان ده هيكافئ عمر ال 20 في الميل. يعني هدور على اليونيون بتاع الهيد اوف ذا هيومرس واليونيون اوف ذا لور اند اوف النا اند ريديوس. عمر ال 21 اللي هو الفول سيفل رايتس او بنسميه عمر الحقوق المدنيه او سن الرشد، دي كلها اسامي ليه، بيختلف في الميل عن الفيميل. بالنسبة للميل بدور فيه على union of the ischial tuberosity، union of the epiphyses في lower end of the femur والepiphyses of the upper end of the tibia. عشان أحدد عمر ال 21 سنة في الفيميل بجيب الحاجات اللي بتحصل عند الميل في عمر ال 23 سنة. فعندي البيزي أوكسبيت في البيز of the skull بيونايت مع البيزي سفينويد، وعندي الاسترنال اند اوف ذا كلافيكل بتيونايت مع الشافت، وعندي الالياك كريست بيونايت مع الالياك بون. كل ده عندي 23 سنة في الميل اللي هو هيبقى 21 سنة في الفيميل. عمر الستين اللي هو الايج اوف بنشن سن المعاش بحدده باليونيون ما بين المانيبريام والبودي اوف سيسترنال. الزيفويد بيحصل له يونيون مع البودي عند 40 سنة، والمانيبريام بيحصل له يونيون مع البودي عند 60 سنة، فأنا بحدد لي سن المعيش. كده ننتقل بقى إلى جزئية ثانية وهي الميديكو ليجال امبورتانس اوف نيل اكزامينيشن. من النيل اكزامينيشن أنا ممكن أطلع بإيه؟ أول حاجة هي ممكن تساعدني في الايدنتيفيكيشن اوف كوز اوف ذس. إزاي؟ ممكن ألاقي النيل دارك بلو في حالات الأسفكسيا زي الصورة اللي على اليمين، ممكن ألاقيها ريد نيل زي حالات الكربون مونوكسايد والسيانايد بويزونينج زي الصورة اللي في النص، ممكن ألاقيها بيل زي حالات الهيموريش ودي في الصورة اللي على الشمال. أنا ممكن كمان من الكيميكال أناليسز للنيل أعرف إن دي حالة هيفي ميتال بويزنز. بناخد النيلز ونعمل لها أناليسز، بنقدر ديتكت الهيفي ميتال زي الليد والأرزينيك والإي والميركري والحاجات اللي هي الهيفي ميتالز دي. أنا ممكن من الإكزامينيشن أوف نيل أتعرف على الأوكيبيشن والسوشيال ستيت. عندنا مثلا الناس اللي شغالين في النقاشة والدهانات، ألاقي صوابعهم وضوافرهم واخدة الألوان بتاعة الدهانات زي الصورة اللي على أقصى اليمين دي كده. ممكن اللي شغالين في الزراعة بلاقي ضوافرهم وإيديهم واخدة الخضار بتاع الزرع من كتر ما هم بيتعاملوا معاه. ممكن اللي شغال في الميكانيكا بلاقي الزيوت والشحم موجود على ضوافره. طبعا ممكن ألاقي
نيلز تانية خالص بتدل على هاي سوشيال ستيت زي الصورة اللي ايه اللي على اقصى الشمال تحت. من النيل انا ممكن احدد الايج بتاع الفيتس، بمعنى ايه؟ ان الطفل لو اتولد عند عمر 8 شهور مش يعني انترايترين ايج 8 مانثس، انا بلاقي الضوافر بتاعته يدوبها واصله لنهايه الايه التيب اوف ذا فينجر. لكن لو هو كمل 9 شهور بلاقيه بيتولد زي ما يكون مربي ضوافره، فعلا بتلاقي ضوافره طويله ومحتاجه تتقص لو هو مكمل الايه 9 شهور. في الكريمينال كيسز بقى باجي على الفيكتيم اللي عندي واحاول ادور تحت ضوافره على اثار بلاد او تيشو نتيجة لان هو حصل عنف بينه وبين الاسيلنت فخربشه، فهيبقى تحت ضوافر الفيكتيم بلاد وسكين تاجز من ايه حاجات تخص الاسيلنت يعني، فدي بتبقى ايفيدنس بالنسبة لي مهم جدا جدا. بننتقل بقى لجزئية جديدة وهي الاكزامينيشن اوف هير اند فايبرز. الهير ده ممكن يكون من الايفيدنس المهمة جدا جدا في قضايا كتير، سواء لقيته في سين اوف ذا كرايم، لقيته على السلاح، لقيته على الاسيلنت كلوزز او في اي مكان، هو محتاجة اعمل له ايدنتيفيكيشن ومحتاجة افرقه عن اي فايبرز تانية سواء كانت في الهاند اوف ذا فيكتيم او في السين اوف ذا كرايم. بالنسبة للهير كقرينة أو كإيفيدنس في أي قضية، سواء لقيته في السين أوف ذا كرايم، سواء لقيته في الهاند أوف ذا فيكتيم، لقيته على الأسيلنت كلوزز أو في أي مكان متعلق بالقضية، المفروض إن أنا باخده وبحرزه. بحرزه يعني بحطه في كيس من الورق، وده عشان ما يحصلش تعفن ولا نمو للفطريات عليه، فبحطه في كيس الورق ده وبقفله كويس، وبيتختم عليه بالشمع الأحمر، بيتحط الشمع كده وبيختموا عليه عشان يقفل الايه الحرز ده، بيكتب عليه طبعا رقم القضية والاسامي والناس اللي هي عملت الايه الحرز ده. ناخد فكرة كده عن الهير ستراكشر. الهير ستراكشر عندي عبارة عن كل هير ليها شافت وليها روت. الشافت ده بيبقى عبارة عن كيوتيكل وكورتكس ومظلة، من بره لجوه كده القشرة الخارجية الكيوتيكل، وبعد كده الكورتكس والمظلة، وبيبقى فيه شيز حوالين الروت. فانا لما الاقي هير في كرايم سين او في على سلاح او اي حاجه، لازم اسال نفسي هي هيومن هير ولا انيمال هير، عشان هي امشي في انه اتجاه. لو هي هيومن هير ببدا اتعامل معاها واقارنها بحاجات تانية في الاستيلنت او في الفيكتيم. فالفرق بعرفه ازاي؟ تحت الميكروسكوب بلاقي الهيومن هير الكورتكس بتاعتها برودر دان المظله، والمظله بتبقى انتربتد وميبي ابسنت. الانيمال هير بقى المظلة هي اللي بتبقى برودر زين الكورتكس، والمظلة بتبقى كونتينيوز. التاني الهيومن هير، وادي الانيمال هير. عايزين بقى نعرف الميديكو ليجال امبورتانس اوف هير اكزامينيشن. انا ليه بفحص الهير؟ اولا هو يخدمني في البيرسونال ايدنتيفيكيشن. انا قلت ان البيرسونال ايدنتيفيكيشن بيشمل ايدنتيفيكيشن للسكس والايج والريس. طب ازاي يخدمني في تحديد السكس؟ طبعا من الهير ديستريبيوشن على البودي بتاع الفيكتيم او اي بيرسون عموما. الهير ديستريبيوشن يعني في شست هير، في لحيه، في شارب، الكلام ده كله بيقول لي ان ده ميل. كمان ممكن من الروت بتاع الهير ادور على السكس كروماتين وادور على الواي كروموزوم عشان اعرف ان ده ميل ولا في ميل. الايج ممكن عن طريق الهير احدد الايج ازاي. لو بدانا مثلا بالفيتس لقيوا ان الفول تيرم بيبي بيبقى شعره الهيد هير بيبقى طوله حوالي 3 سنتي. النمو ظهور البيوبيك والاكزيلاري هير بيقول لي ان احنا في عمر البيوبرتي او عدينا عمر البيوبرتي. الجراي هير بيقول لي ان ده اولد ايج. فكل دي حاجات اهو من خلال الهير بقدر احدد الايج بتاع البيرسونال. ممكن احدد الريس، يعني احنا بنشوف اختلافات كتيره قوي في شكل الهير في الديفرنت ريس. يعني مثلا عندي البلاك بيبر كورن هير ده بيبقى في النيجرويد، عندي البلاك سيك ستريت ده بيبقى في الانديان، عندي السيلكي لايت براون ده بيبقى في اليوروبيان. من الهير وقلنا قبل كده ان من النيوكليات السيلز اللي موجوده في الروت انا ممكن اطلع الدي ان ايه واتعرف على الشخص، يعني دي تعتبر كانها سامبل خدتها اتعرفت منها على الدي ان ايه بتاع الشخص بتاعي ده وقلت اه ده الهير بتاع فلان. ممكن من خلال الهير اتعرف على السسبكتد اسيلنت. لو انا عندي هير في الكرايم سين او عندي هير في الهاند اوف ذا فيكتيم، كتير قوي بيحصل طبعا ريزيستنس وستراجل من الفيكتيم فبيشد شعر من الاسيلنت، فبلاقي ايده ماسكه على الشعر ده،
فانا باخد الشعر ده او الشعر الموجود في الكرايم سين واقارنه مع الايه مع الهير بتاع الايه الاستيلان. في حالات الريب كمان انا ممكن الاقي البيوبيك هير بتاع الفيميل على البرايفت بارت بتاع الميل والعكس. انا ممكن عن طريق الهير احدد الويبون اللي استخدم في الجريمه دي، فمثلا من طريقه قطع الهير لو هو مقطوع شارب، الاند بتاعته شارب قط، يبقى ده كان سلاح حاد زي السكينه والمشرط والمطوه والحاجات دي. لكن لو هي كانت الاند بتاعت الهير كراشت، يبقى انا كنت مستخدمه جسم صلب راد اللي هي الحاجات اللي بيسموها البلانت ايجنت زي الطوبه زي العصايه دي، لما بنخبط بيها بتروح عامله كراش للايه كراشنج للاند بتاعت الهير، فبلاقي الاند بتاعت الهير كراشت وعامله زي الايه المقشه كده. ممكن ان انا اقارن الهير اللي موجود على السلاح مع الفيكتيمز هير، ممكن كمان الفيكتيم هير الاقيه موجود على العربيه اللي خبطته وطلعت تجري في حالات الهيت اند ران اكسيدنت. الهير من الحاجات اللي بتساعدني ان انا افرق ما بين الانسايزد ووند اللي هو الجرح القطعي اللي هو الهير فيها يبقى شارب ليكات، عن اللاسيريتد ووند اللي هو الجرح التهتكي اللي الهير فيها يبقى ليه كراشد اند. هي القضيه دي بتحصل في اماكن من الجسم زي السكالب زي السكين بتاع التشين اوف ذا تيبيا، لان السكين بيبقى ستريتشد على البون، فلما بنستخدم بلانت اوبجكت زي طوبه او عصايه ونخبط بيها بيحصل قطع في السكين عامل بالظبط زي ما اكون انا استخدمت سكينه او مشرط. فانا ببقى واقفه محتاره، يا ترى ده كان مستخدم سلاح شارب يعني عامله بسكينه، ولا خابط بحاجه بلانت وعشان البون ستريتش او عشان السكين ستريتشد على البون فطلع لي الشكل زي ما يكون قطع. فالهير هيساعدني في التفرقه دي، لو لقيت الهير تحت الميكروسكوب الاند بتاعته شارب ليكات يبقى ده انسايزد ووند، لو لقيتها كراشد اند يبقى ده لاسيريتد ووند او كونتيوزد ووند. الهير كمان هيساعدني في التفرقة ما بين ثلاث أنواع من الثيرمال انجريز، اللي هي الدراي بيرن اللي هو الناتج عن اللهب، والسكولد اللي هو الناتج عن السوائل السخنة زي المية أو الزيت، والكوروسيف اللي هي السترونج أسيدز والسترونج ألكاليز اللي هي المواد الأكالة اللي إيه بتاكل في الأنسجة. ففي حالة الدراي بيرن بلاقي الهير سنجد ويز كلابينج، تلاقيه عامل زي الإيه الكوما شيبد كده. في حالة السكولد هلاقي الهير ويت، وفي حالة الكروسيفز هلاقي الهير ايتن. في حالات الفاير ارم انجريز الهير ممكن يقول لي ان ده فاير ارم انجري، ويقول لي ان ده الانلت اللي هي فتحة الدخول، وممكن يحدد لي الديستانس اوف فايرنج اللي هي مسافة الاطلاق. ان انا الاقي سنجد هير حوالين الليجن ده بيقول لي ان ده فاير ارم انجري، ان انا الاقيه حوالين الفتحة دي بالذات ده بيقول لي ان دي فتحة الدخول. ان انا احدد منه الديستانس ازاي، هو ليه اصلا بيحصل السنجد هير ده مع الفاير ارم انجري. لو انا عملت فاير ارم انجري بيبقى في حاجه بتطلع لهب كده، بيطلع اللهب ده بيترافل مسافه 25 سنتي في حاله المسدسات و125 سنتي في حاله البنادق. فلو انا مسافه الاطلاق كانت في الرينج ده هيبدا يعمل لي حرق في الايه في الشعر اللي حوالين الانلت، علشان كده بقول ان ده فاير ارم انجري وان ده انلت، وان مسافه الاطلاق لو هو مسدس ما تزيدش عن 25 سنتي، ولو هو بندقيه ما تزيدش عن 125 سنتي. من الهير انا ممكن احدد برضو البويزنينج بالهيفي ميتال، زي ما الضوافر ساعدتني الهير برضو بيساعدني، لان وجدوا ان الهيفي ميتال دي بتبقى ديبوزيتد في الهير، وخاصه الحالات الكرونيك بقى بتبقى ديبوزيتد ستارتنج من الروت وفي اتجاه التب، فبالتالي انا اقدر كمان احدد الفتره اللي اتعرض للهيفي ميتال ده ليها، كان يعني الشخص ده اتعرض للهيفي ميتال ده فتره قد ايه من الكيميكال اناليسيس. يبقى حددت نوع الهيفي ميتال وحددت الايه الفتره اللي اتعرض لها. بيبقى مهم عندي كمان ان انا افحص التب بتاعت الهير عشان اخد فكره هو اخر مره اتحلق او اتقص فيها امتى الهير ده. ده بيعتبر برضو نوع من انواع الايدنتيفيكيشن، ان الراجل اللي احنا لقيناه بعد اسبوع دون وكانوا اهله مبلغين ان هو اختفى وظهرت لنا جثه مجهوله بعد اسبوع من البلاغ ده، يا ترى هو ده نفس الراجل اللي كان حلق دقنه ساعه ما خرج من بيته؟ يا ترى هو مات على طول ولا عدى فتره؟ وده يتفق مع البوست مورتم تشينجز اللي ظاهره فيه ولا لا؟ يبقى دي وسيله ان انا اعرف هو ده الشخص وده كان حلق شعره امتى او قص شعره امتى. فلو انا لقيت ان هو اكيوت انجل بعرف ان ده ريسنتلي كات هير، يبقى الراجل ده مات على طول بعد ما قص شعره او حلقه، او الاند راوندد ده معناه ان هو عدى فيو دايز،
أو الإند كانت تبرنج، وده معناه إن هو عدى أسبوعين. مهم كمان إن أنا أفحص الروت بتاع الهير، لأن من الروت بتاع الهير هقدر أعرف هل هو اتشد بعنف، وفي الحالة دي بلاقي الروت هيلسي والشيس مرابشر، ولا هو وقع من تلقاء نفسه نتيجة لأن هو ديجنريتد روت. في حالة الديسبيوتد باترنيتي أنا ممكن أتعرف على الطفل وأقارن شعره مع البيرنت بتوعه من حيث الكالر، من حيث الفورم أوف ذا هير، عشان أقدر أعمل له ايدنتيفيكيشن. كعملي بقى بنشوف الحاجات دي تحت الميكروسكوب، يعني زي ما احنا شايفين ادي الشاربلي كات اند اللي هي معناها ان انا استخدمت شارب ويبون، ومعناها كمان ان هو ريسنتلي كات هير. عندي ادي الراوندد اند، ودي معناها ان عدى فيو دايز على الهير دريسنج. وادي التبرنج اند، معناها ان عدى حوالي اسبوعين او اكتر على الهير دريسنج. دي الكراشد اند اللي بشوفها في حالات اللاسيريتد ووند في حال استخدام بلانت ويبون. ده شكل الروت لما يكون هيلسي والشيس بتاعه مرابشر، وده بيقول لي ان الهير ده اتشد بالعنف. وده شكل الروت لما يبقى ديجنريتد والهير وقع لوحده. في عندنا بعض الفايبرز اللي بنحتاج نفرقها عن الهير، فمثلا الكوتون فايبر سواء انا لقيته في الهاند اوف ذا فيكتيم نتيجه لان هو حصل عنف وشد جزء من ملابس الاسيلنت، ودي هتبقى ساين كويسه جدا، او سواء ان انا لقيته في السين اوف ذا كرايم وعايزه افرقه عن الهير. الكوتون فايبرز بتبقى فلاتند تويستد ريبون شيب، عامله زي شريط الدي ان اي. عندي كمان اللينن، اللينن ده بيبقى سيجمنتد وبيبقى فيه سويلنج، بيبقى عامل زي البامبو اللي هو الخرزان، او زي الايه الحزمه بتاعه القصب كده، بتلاقيه ماشي في باندلز وبيبقى سيجمنتد وفيه سويلنج. عندي السلك فايبر بيبقى ريجولار وسيلندريكال ريفراكتايل وستراكشر ليس. عندي الوول فايبر اللي هو يعني هيبقى زي الانيمال هير تقريبا بالظبط، هيبقى شكله ويفي والريجولار سيكنس. شكرا أبنائي الأعزاء، أستودعكم الله دكتورة أمل عبد الخالق.